السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله الشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم خالد الشملان. مثل ما عودناكم كل مرة نجيكم بورشة جديدة وموضوع جديد ومكان جديد. هالمرة جايينكم بورشة جدا مميزة بإذن الله، إن شاء الله تحوز على إعجابكم، وهذه الورشة راح تكون في هذه المكان. خلونا نشوف البرنامج. طربزون، سحر الريف التركي وجنة الله على الأرض، مدينة الجمال والطبيعة والخضرة، راح تكون هي وجهتنا في هذه الورشة. تقع مدينة طربزون في شمال شرق تركيا، أي في شرق منطقة البحر الأسود، بين ساحل البحر الأسود وبين جبال زنجا، ويبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة. تتميز مدينة طربزون بجمال طبيعتها الخلاب اللي لم تمسه المدنية بعد، وهذا اللي ندوره احنا المصورين. يوجد في مدينة طربزون 12 نهر، اهمها نهر القلعة ونهر السيرة ونهر فلدورة ونهر يان يوليو، كما تحتضن 7 بحيرات، اشهرها بحيرة اوزنغول وبحيرة الاسماك وبحيرة فوهة البركان. تقع بحيرة اوزنغول في وادي تكتنف الجبال المرتفعة والمكللة بالغابات الخضراء، واللي تضفي عليها المزيد من السحر والجاذبية، خصوصا في الليل لما يسودها الضباب ويلف غاباتها فتطلع وكأنها احدى روائع الخيال، جمال يستحق العناء والتصوير. تغطي الجبال والهضاب الخضراء 77% من أراضي طربزون، مما يسمح لفرص تصويرية نادرة، وذلك لجمال تضاريسها وكثرة شلالاتها وينابيعها وجداولها. راح تكون مدة الورشة 11 يوم، راح ناخذكم فيها لزيارة مناطق عديدة ومتنوعة لم يزورها الكثير من الناس، مناطق بها من السحر والجمال ما يجعلها لوحات فنية جاهزة للتصوير، بها الكثير من الفرص التصويرية واللي راح بإذن الله نتعلم فيها الكثير من تقنيات التصوير المختلفة. فالمكان متنوع ويسمح لنا تغطية عدد لا بأس به من التقنيات خلال الورشة، وراح تتضمن التالي: أولا، تصوير الطبيعة الحر. تصوير لاندسكيب الحر وما يحتويه من تقنيات مختلفة، من اختيار العدسات المناسبة إلى الإعدادات إلى فنون التكوين وغيرها من تقنيات تصويرية احترافية مختلفة. ثانيا، فنون الغالق. يحتوي المكان على الكثير من الفرص لتطبيق تقنيات الغالق، من إيحاء حركي وتجميد وتزوين وغيرها من فنون الغالق الجميلة، حيث راح يكون عندنا عدد كبير من الشلالات والجداول والأنهر لتطبيق تقنيات الغالق مثل ما نحب. ثالثا، تصوير البلب. تتميز المنطقة بغيومها المتفرقة السريعة الحركة في معظم الأيام، مما يعطي فرصة مميزة لتطبيق تقنيات البلب والتصوير باستخدام الغالق الطويل جدا وعمل الإيحاءات الخلابة في السماء وقلب الليل إلى نهار. رابعا، تصوير المجرة. راح تشمل الورشة أيضا تصوير المجرات، حيث أن المنطقة اللي راح نتواجد بها تعتبر مثالية تماما لتصوير المجرة، حيث أنها تبعد كثير عن أي تلوث ضوئي، وأيضا تواجد الطبيعة الخلابة من جبال وأنهر وجداول ومرتفعات راح يعطينا فرص تكوينية متميزة جدا لتصوير المجرة بشكل ياخذ الأنفاس. خامسا، تصوير الـ HDR. راح نغطي أيضا طريقة تصوير الـ HDR باختلاف أوضاعه وتقنياته، مثل تصوير البانوراما بالـ HDR وتصوير التايم لابس أيضا بتقنية الـ HDR وغيرها من تقنيات الـ HDR المختلفة. سادسا، تصوير التايم لابس.
صحيح أن التصوير يثبت اللحظة ويحفظها لنا كذكرى، ولكن الأجمل من ذلك هو عكس الحركة اللي حولك من خلال كاميرتك باستخدام تصوير التايم لابس الجميل، واللي راح نغطيه بكل تفاصيله بإذن الله تعالى في القسم العملي. سابعا، تصوير البانوراما. لطالما نلتقي بمشاهد خلابة تأخذ الأنفاس ولا نستطيع نقلها إلى كاميرتنا بنفس الأبعاد والتفاصيل اللي تشوفها عين، وذلك لعدم استطاعة العدسة استيعاب هذه المنظر العريض مثل ما تشوف العين. في هذا القسم راح نستعرض ونتدرب على الطرق المختلفة لتصوير صور البانوراما الجميلة العريضة وكيفية معالجتها وتخييطها باستخدام برامج مختلفة. ثامنا، استخدام الفلاتر. راح نستعرض أيضا بكل تفصيل طرق المحترفين في استخدام الفلاتر المختلفة لعمل صور احترافية ذات طابع مختلف تماما عن الصور التقليدية، والتقنيات المستخدمة من دمج الفلاتر ومزج التعريضات وغيرها من تفاصيل استخدام الفلاتر لتصوير اللاندسكيب. راح تنقسم الورشة إلى قسمين، قسم نظري واللي راح تحضره عن طريق الانترنت ومدته 4 أيام، واللي راح نستعرض فيه كل ما تحتاج معرفته عن تصوير الطبيعة من تقنيات وإعدادات ومعدات وتحضير وفنون التكوين وأنواع وطريقة استخدام المعدات التخصصية مثل الفلاتر وأنواع العدسات المستخدمة والفرق بينها وتقنيات تصوير التعريضات الطويلة جدا مثل البلب وغيره من أمور كثيرة راح يتم عرضها وتسجيلها لك كمرجع عام ترجع له في أي وقت تحب بعد الورشة. القسم الثاني من الورشة وراح يكون الجانب العملي التطبيقي واللي راح نقدمه في تركيا الخضراء، واللي راح تسمح لنا لتنوع طبيعتها من تطبيق جميع التقنيات براحة تامة وتصوير جمال لم ترى عينك من قبل. الورشة غنية جدا وفيها الكثير من المعلومات القيمة واللي راح ترفع مستواك التصويري إلى مستويات احترافية متقدمة جدا. مهما كان مستواك سواء مبتدئ أو متوسط أو محترف راح تلاقي بالتأكيد اللي يفيدك في هذه الورشة بلا شك، وراح تستفيد من الفرصة النادرة للحصول على شهادة معتمدة عالميا في تصوير اللاندسكيب من جامعة عالمية. ومثل ما عودناكم راح نكون سخيين جدا في عروضنا وراح نقدم لكم أكثر من ما راح ناخذ منكم بكثير، لذلك راح نقدم للمشتركين في الورشة هدايا قيمة جدا. هذه الهدايا وحدها كفيلة برفع مستوى تصويرك إلى مستويات متقدمة جدا. الهدية الأولى، راح نقدم لكم 5 ساعات من الدروس المسجلة لأساسيات التصوير الفوتوغرافي واللي راح تلاقون فيها كل ما تحتاجونه كمصورين مبتدئين عن الكاميرا ومثلث التعريض وطريقة استخدام الكاميرا، وتشمل الدروس مقدمة عن التصوير الفوتوغرافي، طريقة التعامل مع الكاميرا باحترافية، فنون التكوين وأسراره، التباين والإضاءة، فتحة العدسة، البعد البؤري وعزل الخلفية، الوضوح التام، مقدمة في الغالق، تجميد الحركة باستخدام الغالق، كيفية عمل الإيحاء الحركي، طريقة عمل التطويق الحركي، التصوير الليلي، طريقة عمل تقنية التزوين، حساسية الضوء، توازن الألوان وطريقة التعامل معها، طريقة التصوير باستخدام الوضع اليدوي الكامل. تستطيع تشغيل الدروس في أي مكان كنت ووقت ما شئت، وتقدر أيضا إيقاف وإعادة الفيديو مثل ما تحب، حيث أن جميع الدروس مسجلة على شكل حلقات فيديو متتالية وتغطي كل ما تحتاج معرفته عن أساسيات التصوير. الهدية الثانية،
راح نقدم للمشتركين دروس معالجة الصور باستخدام برنامج اللايت روم. راح نقدم لكم هذه الدروس مجانا تشجيعا لكم لحضور الورشة. الدروس عبارة عن 17 فيديو تعليمي، حوالي 5 ساعات من الشروح المكثفة لطريقة استخدام برنامج اللايت روم بكل احترافية وإتقان. وتشمل الدروس شرح مفصل لجميع أقسام البرنامج من الصفر، شرح كامل لأدوات البرنامج المختلفة وطريقة استخدامها، خطوة بخطوة طريقة معالجة الصور اللاندسكيب، كيفية سحب التفاصيل من الصور الغامجة وموازنة التعريضات، خطوة بخطوة طريقة موازنة الألوان في الصورة، خطوة بخطوة معالجة الصور الأبيض والأسود، كيفية حفظ الصورة وجميع ما يتبع من خيارات، والكثير الكثير من المعلومات القيمة الأخرى. هذه الدروس متخصصة بمعالجة صور اللاندسكيب، وراح تعمل على رفع مستوى صورك اللي راح تصورها في الورشة إلى مستويات احترافية بلا شك. الهدية الثالثة شهادة معتمدة من جامعة APT البريطانية للتدريب، وهي جامعة معترف بها عالميا، راح تمكنك هذه الشهادة من إضافة شهادة أخرى معتمدة إلى سيرتك الذاتية، وتصبح بعد استحاضها على مصور طبيعة معتمد. اعتماد المواد اللي راح تقدم في الورشة من قبل الجامعة البريطانية هو أكبر دليل على غزارة المعلومات اللي راح نقدمها لك في الورشة، فلا تتردد وسجل الآن. الهدية الرابعة راح نعطيكم فرصة حضور ورشة معالجة الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب المستوى الأول، واللي راح تقدم عن طريق الانترنت، يعني راح تحضرها وانت في بيتك. مدة الورشة 8 أيام متواصلة، وراح نغطي فيها أساسيات استخدام برنامج الفوتوشوب من الصفر تماما، وناخذكم إلى مستويات متقدمة في استخدام برنامج بإذن الله تعالى. راح تغطي ورشة الفوتوشوب المواضيع التالية: أساسيات الفوتوشوب وطريقة استخدامه، معالجة المناظر الطبيعية، معالجة البشرة، معالجة صور البورتريت، تركيب الصور، عمل صور الأبيض والأسود، التكوين بالفوتوشوب، عمل صور البانوراما. الآن وصلنا إلى الجزء اللي كلكم تنتظرونه، وهو سعر الورشة. في الحقيقة ورشة مكثفة مثل هذه واللي مدتها 11 يوم واللي ستقام في مكان مميز وتقدم شهادة معتمدة من جامعة عالمية، المفروض انها تكون غالية، ولكن عودكم بان تكون اسعاري مناسبة للجميع. عشان كذي راح يكون سعر الورشة 530 دينار بحريني متضمنة السكن والمواصلات داخل تركيا والوجبات خلال وقت الورشة ورسوم الورشة. الآن خلونا نختصر العرض. ورشة تصوير طبيعي في تركيا مدتها 11 يوم، دروس أساسيات التصوير الفوتوغرافي مسجلة مدتها 5 ساعات، دروس معالجة الصور باستخدام برنامج اللايت روم ومدتها 5 ساعات، ورشة معالجة الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب المستوى الأول مدتها 8 أيام، شهادة معتمدة من جامعة APT البريطانية، كل هذا ب 530 دينار بحريني فقط، عرض ما راح تلاقونه في أي مكان. كل اللي عليك تسويه أنك تحجز تذكرتك وخل الباقي علينا. للناس اللي حابين يسوون حجوزاتهم عن طريقنا، احنا مستعدين لتنسيق جميع حجوزاتكم. سارع الآن بالتسجيل، ما عليك إلا أنك تملي معلوماتك وتكمل عملية التسجيل. لا تبخل على نفسك، فأنت تستحق إجازة مميزة في مكان رائع وممارسة هوايتك بطريقة مميزة. سجل الآن ولا تتردد.